اتفضلي يا فندم، سؤالك للدكتور رضا حجازي. بعد إذن حضرتك، أنا بنتي كانت في ثانوية عامة السنة اللي فاتت. تمام. أنا عايزة أقول لك أشيد بالبوكلت، بصراحة هو ممتاز جدا. البنت عرفت تحل فيه رغم إن هما ما تدربوش عليه، مش مشكلة. عرفنا البنات شوية بيعرفوا يتأقلموا، بيعرفوا البنات بالذات غير الولاد، بيعرفوا يتأقلموا على المواضيع وبيعرفوا يحلوا مشكلتهم. البنت عرفت تحل بوكلت رغم ظروف رمضان والصيام والدنيا العظيمة اللي إحنا فيها. بس أنا كان بالنسبة لي البنت اتعرضت لقهر جامد جدا، لأن أخوها كان السنة اللي قبلها كان من الناس اللي هما بيشيروا الامتحانات. الولد جاب 97 وهي ما كانتش بتنام الليل، جابت 90. طبعا هو 90 حلو، بس كان مش لا يا مدام منال، اخوها كان من اللي بيشيروا الامتحانات؟ لا، اللجنه كانت مش قادره اقول لك يعني اعتراف على ولا حرج على كان حاصل في اللجنه، كان حاجه يعني مش قادره اقول لك يعني مش قادره اقول